أظن أنا كده عملت اللي عليا وزيادة. ده أنا كمان صبرت كام يوم لحد ما اتأكدت إنها خلاص وافقت تشتغل معاك. عداك العيب، عداك العيب وأزح كمان. وأنا من بكرة الصبح هكون عندك في البنك وحول كل حساباتي في البنك عندكم. ده شرف كبير قوي، ربنا يخليك يا حاج. بس في حاجة تانية بقى، أنا عشان أضغط على اعتزاز وخليها توافق، أنت متعرفش أنا عملت إيه. إيه عملت إيه يعني؟ لا عملت كتير قوي، بس ما علينا يعني. المهم إني خدت منك كلمة. لا أنا ما قلتش كلمة، بس أمرني، طلباتك إيه؟ يعني أنا عاوز أبقى شريك معاك في أي شركة من شركاتك. مش بنسبة كبيرة يعني. شريك. بص يا أخويا، أنا زي الديك، ما أحبش الشريك، ولو ديك دخل عليا ولو بالغلط أنقره نقرة أجيبه الأرض. ديك؟ وأنا داخل عيش يا حاج إسماعيل؟ أنت كده بترجع في كلامك. لا أنا ما برجعش في كلامي. اسماعيل بحراوي ما يقولش كلمة ويرجع فيها أبدا. راجع أنت بس الكلام اللي اتقال قبل كده وأنت تفهم. يلا اتكل على الله. لا معلش يا حاج إسماعيل، كلام كده في النمروسي. نمروسي؟ آه أنا كده أزعل. هتزعل ولا تتفلت؟ عادي كده؟ آه عادي. طب خلاص بلاش شريك، نرجع لاتفاقنا القديم، النص مليون. أنا هاخد حقي ناشف. كل كيك. انا قلت لك كم مره ما تعمليش كده؟ وايه المشكله انت معقدها كده ليه؟ ايه 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 في ايه؟ انتوا مش كبرتوا على الصوت العالي ده؟ هي اللي مستفزه يا زوزو. انا ما جيتش جنبك اصلا. يا سلام، انا قلت لك كم مره ما تجيبيش سيرتي في الزفت اللي بتعمليه ده. ممكن من غير صوت عالي؟ حصل ايه؟ قلت لها 100 مره ما تجيبش سيرتي. النهارده عملت فيديو بتحكي فيه عني. معلش، هي واخداك قدوه يا سيدي. ياسمين من فضلك ما تبقيش تعملي كده تاني. انا تعبانه وجايه على اخري، ممكن اخش ارتاح شويه وبعدين ابقوا اتخانقوا لما اطلع. يا لهوي، ايه ده؟ مش طبيعي. يا ملا مش عارفه، هي اول مره تعمل كده.